السلام عليكم وأهلا وسهلا، مرحبا بكم محبي ومتابعي قناتنا من أي مكان تتابعوننا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فضلا ولا استمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، فهذا الأمر يحفزني لأقوم برفع فيديوهات كثيرة في مجال التقنية طبعا في السؤال والموضوع الذي ترغبون به، فشاركنا رأيك في التعليقات لنقوم بمراجعة الموضوع الذي تطلبونه. اليوم سنتكلم عن موضوع أريد سويتش، هذه الشريحة التي طبعا عادت إلى السطح وأصبح الموضوع يتكرر بخصوص هذه الشريحة. أريد سويتش واحدة من الشرائح الموجودة في السوق الجزائرية منذ فترة، وتم التعديل عليها، لهذا أصبحت موضوع الساعة في التكلم حول هذه الشريحة. تسمى أريد سويتش لأنك تستطيع الانتقال ما بين ثلاث عروض من الصيغ التي هي متوفرة: الصيغة الأولى صيغة 1500 دينار، الصيغة الثانية 2500 دينار، والصيغة الثالثة 4000 دينار. يعني الصيغة الأولى 150000، 250000، و 4000 دينار، يعني 400000. بينما لازم تكون عندك فكرة، أريد تمتاز بصفة أنها يمكنك أن تعطيك شريحتين، تعطيك زوج تاليبيوس، شريحة للمكالمات وشريحة للانترنت، يعني تقدر تخلي واحدة على واحدة، واحدة تخليها في مودم وواحدة تستعملها في الهاتف، ولا تستعملهم في كامل في هاتف واحد، ولا تدي شريحة فيها المكالمات والانترنت. ايضا لابد من نقطة ثانية، لازم تعرف باللي عرفت 1500 دينار وال 2500 دينار هما اللي يمتازوا بصيغة السويتش، يعني تقدر تمتاز بالانتقال ما بين العروض. كي تكون عندك شريحة 1500 دينار تقدر الشهر الجاي تبدل الشريحة الى 2500 دينار او الى 4000 دينار، بينما اذا ما غيرتش راح تستفيد من الشهر الجاي ايضا بنفس العرض، لازم تدفعه في الشهر المقبل. ثاني كاينة ميزة لازم تكون على بالك بها، يعني كي تستفيد من صيغة الانترنت ولا ما كملتهاش راح تدخل بها الشهر الجاي، يعني مثلا في 50 جيجا استهلكت منها 10 جيجا وبقاو لك 40، ال 40 حتبقى لك للشهر الجاي. هذه هي الفكرة. سنتكلم عن الصيغ اللي هي متوفرة، صيغة 1500 دينار يعني 150000، فيها 50 جيجا وفيها مكالمات غير محدودة مع أريدو. 1500 دينار حتى عقلي حتبقى معك رصيد، و10 دقائق مكالمات نحو الدولي. هل 10 دقائق نحو الدولي احنا ما نحتاجوهاش لانه عندنا صيغ وعندنا تطبيقات للمكالمات الدولية، يعني 10 دقائق تبعكم هادو ما عندنا ما نديرو بها. الصيغة الثانية 2500 دينار تعطيك 120 جيجا، 120 جيجا هذه فيها مكالمات غير محدودة مع أريدو، وعندك 2500 دينار اللي هي رصيد، و30 دينار مكالمات غير محدودة مع المكالمات الدولية. وعندنا الصيغة الثالثة اللي هي صيغة لاسويتش 4000 دينار بمكالمات غير محدودة مع أريدو، و4000 دينار اللي هي الرصيد تاعك، و50 دينار أو 50 دقيقة للاستعمال في المكالمات الدولية. والمفاجأة أنه عندك انترنت لا محدود، هذه في الاستعمال العقلاني خاوتي، هذه سطروا لي عليها انترنت غير محدود ما كانش منها، يعني حتستهلك ما قيمته 300 جيجا، والانترنت تاعك تهبط للدي بي ريدويري، يعني للاستعمال بالتدفق الضعيف، يعني المجموع حوالي 4000 جيجا، باش تعرف بلي الانترنت تاعك تولي ثقيلة، حتى ما تقدرش تكونسومي. وبويسكو هذا السؤال هذا سقسوني عليه بزاف ناس، اسكو الانترنت صح إليميتي؟ الانترنت ليست لا محدودة، الانترنت في أريد سويتش 4000 دينار انترنت محدودة، ويوجد اكثر من فيديو يؤكد هذا، واكثر من يوتيوبر تكلم عن هذا الموضوع، وانا اؤكد وافند نفس الموضوع. أريد سويتش 4000 دينار عرض بانترنت محدود، انترنت محدود ماشي كما يقولوا انترنت لا محدود، لانه أريد ديما تواصل بنفس السياسة الضبابية تاعها، أريد كذا. خاوتي الانترنت هذه هنا في هذا العرض 4000 دينار انترنت محدودة. احنا تكلمنا عن جميع المميزات من تفاصيل، تكلمنا عن العروض والحاجة المليحة فيهم والحاجة اللي ماشي مليحة فيهم. هذه هي بشرح اللي كامل هذه الصيغ، صيغة ال 4000 دينار وصيغة ال 2500 دينار وصيغة ال 1500 دينار. نتمنى اني يكون اعطيتكم الشرح الكافي في هذا الموضوع، ولا عندك سؤال في مجال التقنية فتواصل معي بالتعليقات اسفل هذا الفيديو، ونتمنى انكم تشاركوني رأيكم في التعليقات. دمتم في امان الله والسلام عليكم.